السلام عليكم. درس اليوم سوف يكون مخصص لجميع الطلبة الأعزاء لاستقبال التقارير بالشكل النهائي عبر استمارة خاصة بها نجهزكم عن طريق الرابط. خطوة رقم 1، كل أستاذ مادة راح يجهزكم بهذه الفورمة اللي الأكسل، كل اسم طالب ويحتوي على اسم المفردة اللي يبحث عنها. حقيقة هذا الرابط راح يجهزك عن طريق القناة. بداية الأمر تفتح جوجل، يفضل تدز التقرير عن طريق اللابتوب أفضل، وإذا كان ما عندك عن طريق الموبايل. راح تجهز بالرابط حاليا هذا عن طريق القناة الرسمية وتدخل عليه. بكل بساطة راح تفتح لك نافذة جديدة، راح تفتح لك ملف جديد. حقيقة المطلوب من عندك تتبع هذه الخطوات الصحيحة لملء هذا الملف، هذا الرابط عفوا، وترفع الملف مرة واحدة تتأكد من عنده يلا ترفعه، مو مرة ثانية بالخطأ أضافت شيء ما مسؤول عنك، مرة واحدة تضيف الملف. اليوزر نيم اللي موجود بالمودل اللي بعض مثلا CMT 2016 مرحلة 4، المطلوب من عندك انه تملي الاسم الرباعي واللقب حاليا. جيد، المرحلة اللي انت بيها اي مرحلة، اولى ثانية ثالثة رابعة، على سبيل المثال المرحلة الثالثة كطالب اطأ التالي راح يدخل الى المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة مطلوب من عندي الاسم الرباعي واللقب اضيفه. انا صباحي مسائي، في حين بعض الاحيان مسائي هو مستضيف للصباحي اخر اكتب هنا، انا اقول صباحي. شنو اللي مادة انا اللي مادة دراسية من هذه المواد ارفع تقريرها؟ امراض نسيجية. الملف اضيفه، الملف اضيفه على شكل PDF المطلوب من عندك. إضافة إلى ذلك الملف يريده بالاسم الثلاثي والمادة الترفة إنه رفقتها من الملف. من تخلص تطئ إرسال. من راح نطئ إرسال حقيقة؟ راح يفتح لك بوابة أخرى، راح يعطيك رد. الرد هو شنو؟ شكرا، لقد تم استلام التقرير مع فائض الود والتقدير. بعد لا تدز ملف ثاني، تقريرك وصل بالطريقة الصحيحة. شكرا جزيلا.